أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد محاولة اغتيال محافظ تعز في العاصمة المؤقتة عدن والأسباب التي شكلت الفراغ والأزمة الأمنية في المحافظات المحررة. قالت مصادر محلية أن محافظ تعز أمين محمود نجا من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة في عدن. أضافت أن الانفجار استهدف موكب المحافظ في حي ما بعدن بعد اجتماع عقده مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن. وبحسب المصادر فإن الانفجار أعقبه إطلاق نار كثيف أدى إلى إصابة عدد من مرافقي المحافظ. تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد وتيرة الاغتيالات في عدن بصورة لافتة وعجز القوات الأمنية المدعومة من التحالف عن الكشف عن من يقف وراء هذه العمليات. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: من يقف خلف عمليات الاغتيال المتكررة في عدن؟ ولماذا استهدف محافظ تعز في هذا التوقيت؟ نبدأ النقاش بعد التقرير. عودة أخرى لعمليات الاغتيالات وفصل جديد من الفراغ الأمني في عدن، وليس المستهدف هذه المرة أبناء عدن أو قياداتها أو خطباء الجوامع فيها، بل قيادة جديدة حضرت إلى المحافظة منذ أيام. مصادر محلية قالت إن محافظ تعز أمين محمود نجا من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة في العاصمة المؤقتة. وأضافت المصادر أن الانفجار استهدف موكب المحافظ في حي إنماء بعد اجتماع عقده مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن. عدن التي تعيش موجة من العنف المستمر منذ تحريرها وخضوعها لسيطرة القوات المدعومة من التحالف، ما يزال يعاني سكانها الخوف المستمر من شبح الاغتيالات والفراغ الأمني الذي تعددت أشكاله في ظل غموض يلف المشهد وعجز واضح من قبل الأجهزة المسؤولة عن الملف الأمني في المدينة. استمرار مسلسل الاغتيالات ومحاولاته المتعددة تعالت معها الأصوات المطالبة بإصلاح المنظومة الأمنية وسرعة معالجة إشكالية الأجهزة المتضاربة مهامها بين جهات تدعمها دولة الإمارات وأخرى تخضع شكليا لسلطة الحكومة الشرعية. تشكل قضية الاغتيالات المتكررة لقيادات السلطة الشرعية هاجسا كبيرا للحكومة في عدن في الوقت الذي لا تنجح فيه الأجهزة الأمنية ولا القوات المدعومة من التحالف في الكشف عن من يقف وراء هذه الاغتيالات، وبين هذا وذاك تظل عملية الاغتيالات هي الثابت الوحيد في عدن. نبدأ النقاش مع ضيفنا من تعز وكيل محافظة تعز رشاد لكحالي. أهلا بك أستاذ رشاد. أهلا يا أستاذ، لكن ما سمعتكش أنا يا أستاذ موقد. هل تسمعني أستاذ رشاد الآن بشكل واضح؟ أهلا، أسمعك بشكل واضح أستاذ رشاد. بداية، كيف تلقيتم في المحافظة محاولة اغتيال المحافظ أمين محمود؟ ما هي المعلومات التي لديكم حول هذه العملية؟ هو طبعا الحادث حادث مؤلم اللي تعرض الأخ أمين دكتور أمين محمود محافظ المحافظة لعملية اغتيال، وأنا موجود كنت قبل لحظات مع الأخ المحافظ، وأنا أعتقد أنه ما تعرض له يعني من حادث كان عبوة موجودة في الشارع بعد خروجه من منزل قائد المنطقة الرابعة بعد الظهر، وما تعرض له السيارة كان الحادث كبير بدرجة قد لا تصدق. أنا أعتقد أنه لطف ربنا كان مع الأخ المحافظ في ما حصل بهذا الحادث، وكان نجاة المحافظ بعقوبة من هذا الحادث. صحيح هناك ردود، لكن الردود اللي موجودة لا تعكس حجم الحدث الذي حصل. طيب، إذا أنت شرحت الحالة الصحية الآن للمحافظ، هل هناك إصابات؟ هل هناك قتلى ضمن الموكب في هذه العملية؟ سواء من مرافقي المحافظ أو من الطرف الآخر؟ لا يوجد قتلى، وحتى الرموز صغيرة بسيطة، مش إصابات كبيرة يعني عادية. حالة المحافظ ممتاز، تحدثنا معه مطولا، ووضعه الصحي ممتاز. أنا أعتقد أنه كانت عناية ربنا موجودة. طيب، الحادث إذا تم بانفجار عبوة ناسفة كما جاء في الأخبار، هل يمكن أن تؤكد لنا هذه المعلومة؟ هو بالتأكيد كانت عبوة ناسفة عند مرور السيارة،
يعني أصيبت السيارة اللي كان عليها الأخ المحافظ بدرجة مباشرة وأدت على الجزء الخلفي من السيارة. أيضا المصادر تحدثت أن الانفجار العبوة الناسفة أعقبه إطلاق نار كثيف أيضا ما أدى إلى إصابة ربما في الموكب المرافق للمحافظ، هل هذه المعلومة صحيحة أيضا؟ ما فيش إصابات، لا توجد إصابات، لكن موضوع أنه أعقب الانفجار إطلاق نار كثيف من مسلحين كانوا متواجدين أو قريبين في المنطقة التي مر منها الموكب. هو يقال أنه في بعض السماع الدوي للرصاص موجود، ونزلت الحراسة حق المحافظ وحمت السيارة الموجودة في المحافظ ونزل إلى سيارة أخرى في الوقت الذي كانت تطلق في عيارات موجودة في اتجاهات مختلفة، لأنه فعلا كانت هناك يبدو بحسب ما يشار أنه كانت في طرقات من جهات متفرقة باتجاه السيارات اللي كانت مارة، سواء كانت الأطقم الموجودة في المحافظ أو سيارة المحافظ. طيب طبيعة زيارة محافظ تعز إلى قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل الحسن في منزله، يفترض أن هذه الزيارة غير معروفة ولا توجد تفاصيل لأحد، أن توضع عبوة ناسفة في الطريق، إلى ماذا تشير هذه المؤشرات؟ هل هناك حالة اختراق أمني؟ أيضا إلى من يمكن أن توجه أصابع الاتهام في هذه الحادثة؟ هو مسألة توجيه الاتهام لجهة مجهولة، أنا أعتقد أنه اتهام ظالم، لكن أنا أعتقد أن الجهات الأمنية الآن تتحمل مسؤوليتها وهي تتابع ما يتصل بما هو حصل، وهناك إجراءات اتخاذ الآن، والجهات الأمنية هي التي تتحمل مسؤولية الآن ماذا جرى والدوافع اللي حصلت ومن وراء أو خلف هذا الحادث. نحن في هذه الحلقة سيادة الوكيل أيضا انطلاقا من حادثة محاولة اغتيال محافظ تعز، ربما سنتطرق بشكل عام إلى الأسباب التي شكلت وخلقت حالة الفراغ الأمني في المحافظات المحررة. في حادثة اغتيال المحافظ اليوم في عدن، هل يمكن أن يطلع الرأي العام على نتائج؟ هل يمكن للأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية اليوم المدعومة من التحالف أن تظهر نتائج، أن تستطيع أن تصل إلى النتيجة في هذه الحادثة، أم ربما سيطوى الملف كغيره من ملفات محاولة اغتيال القيادات الشرعية؟ أنا أعتقد أنه الإجراءات التحقيق في أي حادث سواء كان حادث بسيط أو حادث كبير جزء من مسألة تقليص هذه العملية الإنفجار هو إعلان الحقائق للرأي العام زي ما طرحت أخي الكريم، وأنا أعتقد أنه إذا ما كانت تطرح القضايا أول بأول الرأي العام، أنا أعتقد أنه في جزء كبير من هذه الأمور سوف تقلص وسوف تكون هناك قابلات في من يشرع في عملية تقدم في أي عملية من هذه الأعمال. سؤال أخير سيادة الوكيل، وأشكرك على الوقت الذي خصصته لنا، هذه الحادثة انعكاساتها ربما مدى الاهتمام ربما بالبحث عن نتائج التحقيقات فيها، ما الذي سيتغير؟ هل أم ستمر مرور الكرام؟ يعني أنا أعيد لك السؤال بصيغة أخرى أيضا، لأن المستهدف اليوم محافظة، يعني محافظة محافظ بالمحافظة بالتأكيد حدث كبير موجود، لكن هذه نحن لا نستطيع أن نقول إلا الجهة الأمنية هي المسؤولة عن هذا الكلام، والاختلالات الأمنية الموجودة الآن أنا أعتقد أنه هي في يعني مسؤولية الجهات الأمنية هي في الإجابة على السؤال هل النسبة التي تقل فيها هذه الأحداث الأمنية أو تتزايد، لكن حادث زي هذا أنا أعتقد أنه لا يمكن أن تمر على الأجهزة الأمنية مرور الكلام، وبالتالي أنا أعتقد أنه لابد من طرح ما يتم التوصل إليه من تحقيقات على الرأي العام حتى تكون يعني مفهومة هذه القضايا التي تحدث. كان يفترض أن أنا أختم معك، لكن ربما حادثة الاغتيال هي غطت على خبر زيارته لقائد المنطقة العسكرية الرابعة، هل كانت زيارة اعتيادية أم ربما كانت هناك ترتيبات فيما يتعلق بعملية تحرير المحافظة؟ يعني زيارة المحافظ العدن هو عنده برنامج، هو لما نزل عدن عنده برنامج زيارات، عنده برنامج لقاءات، عنده برنامج مرتبط، يعني زيارة العدن ليس زيارة للفسحة لما زيارة عمل من ضمنه الجدول الموجود، وبالتالي زيارة الكثير من المرافق وكثير من اللقاءات الشخصية.
أشكرك جزيلا وكيل محافظة تعز رشاد الأكحلي، كنت معنا للتعليق أكثر وللمزيد من المعلومات حول حادثة اغتيال محافظ تعز اليوم في العاصمة المؤقتة عدن. ينضم إلينا أيضا الدكتور فيصل حذيفي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة. أهلا بك دكتور فيصل. مرحبا بك بالجمهور الكرام. قراءتك للحادثة، لماذا اليوم محافظ تعز هو الهدف في هذه الحادثة، وأيضا من حيث دلالات التوقيت؟ التوقيت ليس له دلالة، لأن الاغتيالات مستمرة منذ 4 سنوات. تذكر أنت قبل عامين كان ضحية هذه الاغتيالات محافظ دسور، وهو محافظ عدن السابق رحمة الله عليه جعفر سعد. ولم تتوقف الاغتيالات، شملت أحزاب، سيارات عسكرية، خصوم سياسيين، أمن، رجال جيش. هناك فوضى منتشرة، وهناك رخاوة في الأجهزة الأمنية، وهناك أيضا كيانات موازية أو تضارب في الوظائف، وهذا سهل للجهات التي لا ترغب اليمن أن تنتقل إلى مرحلة السلم والأمن والاستقرار أن تؤدي دورها بتمويل لا ندري من هو هذا الطرف الذي يمول، ومن هي الجهات المنفذة لهذه العمليات، مع أن السوابق بوسع الأجهزة الأمنية أن تؤكد من هذه السوابق وتشير بأصبع الاتهام إليها. للأسف كل الاغتيالات التي تمت في عدن، وهي أكثر الاغتيالات الموجودة في المناطق المحررة، لم نطلع على أي نتائج تحقيقات لنعرف من هو الجهة أو من هو الطرف الذي يمكن أن نضع أصبع الاتهام نحوه. وبالتالي يتخذ المواطنون والامن والجيش حذره من هذا الطرف، ويصبح هو عدوا يستهدف امن وسلامه الناس. طيب دكتور فيصل، بالنظر الى هدف عمليه اليوم محافظ تعز، وايضا ان العمليه تمت بالقرب من منزل قائد المنطقه العسكريه الرابعه اللواء فضل حسن، يعني يفترض انها منطقه نوعا ما مؤمنه، الى ماذا تشير هذه المعطيات؟ تشير الى شيئين، الى وضعين. الوضع الاول ان هناك اجهزه امنيه غير مهنيه، لا تبسط يدها على الارض بحيث تمنع حدوث مثل هذه الاغتيالات في اي مكان، سواء في منطقه مربع امني مثل المنطقه التي يسكن فيها فضل حسن، او في شوارع المدن. المفترض تكون المدينه كلها مؤمنه من اجهزه امنيه تستلم رواتب ومنتسبه الى الامن والجيش، وهذه وظيفتها هو التامين. ليس فقط التصريع ولبس الميري والهنجمه بالسلاح، الاداب مفترض انها تتابع المؤشرات. المؤشر الثاني بالنسبه لمحافظه تعز، هناك خطوات ايجابيه في التوجه نحو الحلب، ما يجري في المدينه من اخراج المسلحين من الجبهات ومن تسليم المدينه الى الشرطه والامن، وهذا اقلق الجهات التي لا تريد لتعز او لعدن او للمناطق المحرره ان تستقر. هناك لاعب خفي لا نستطيع ان نوجه الاتهام لاحد، لان هذه الاتهامات تحتاج الى لجان تحقيق امنيه ونيابه وقضاء، بعد ذلك نستطيع ان نتهم. لان من السخف الان على الجمهور المتابع، انا ارى باستغراب كيف يتجرا احد بالاعلام او بوسائل الاتصال الاجتماعي أن يتهم طرفا بعينه في أوساط، هذا كلام غير سليم. يعني نحن نسقط سقوطا مخزيا. نحن نطالب الجهات الأمنية والسلطة الشرعية والإدارات الاستخبارات والأمن السياسي القومي أن يقوموا بمهامهم للوصول إلى الخيوط التي تقف وراء الاغتيالات المستمرة من 3 أو 4 سنوات من بداية الحرب، وهي مستمرة وربما من قبل، منذ الانتقال السياسي للسلطة من النظام السابق إلى الرئيس عبد الرحمن المنصوراتي. طيب القيادة الأمنية ذات. طيب سأعود لك دكتور فيصل لنتحدث في هذه النقطة، لماذا لا تعلن نتائج التحقيقات، ولماذا لا يتم الكشف عن من يقف وراء هذه الحوادث؟ أشرك معنا بالنقاش من العاصمة المؤقتة عدن المحلل السياسي فهمي الثقاف. أهلا بك أستاذ فهمي. أهلا وسهلا، حياك الله، مساء الخير عليك وعلى مشاهديك الكريم. أستاذ فهمي، هذه المرة في عدن المستهدف محافظ محافظة تعز، باعتقادك لماذا يستهدف محافظ تعز؟ ما الهدف من هذه العملية في هذا التوقيت؟ أولا
نعم برضو يعني اجيب على سؤالك بسؤال، لماذا لم يستهدف محافظ تعز داخل تعز نفسها، ولماذا تستهدف داخل عدن؟ هذا السؤال. في تقديري ان المحافظ استهدف داخل عدن ولم يستهدف داخل تعز، هي رساله وجهها احد اطراف الصراع او اراد ان يوجهها احد اطراف الصراع الى بقيه المشاركين في الصراعات الداخله، سواء كان على وجه الخصوص في تعز او في اليمن بشكل عام. يعني رسالة واضحة تماما انهم يقدروا ان ينالوا من يريدون بكل سهولة ويصل، لان الملف الامني اهم حاجة، والملف الامني هذا هو الغائب الابرز منذ 4 سنوات حتى اللحظة. في ظل اجهزة الامن المتعددة، في ظل الميليشيات المتعددة، في ظل امراء الحرب، وكل امير حرب له ميليشياته وله قواته التي تتبعه والى اخره، لا يمكن ان نرى تحسن في الجانب الامني. بالعكس، الامور تنفلت، الاغتيالات تزداد، عمليات الاختطاف تزداد، وهذه كلها لم نجد وراءها فاعل. اذا الفاعل يحدد تحدده اجهزه الامن للاسف الشديد. كل الجنائس هي في الظهور ولازم بالفرار. هذه العباره المشهوره التي تقولها وزاره الداخليه للاسف الشديد. يعني مش معقول محافظه تعز تستهدف داخل عدن. هذه رساله واضحه تماما أطراف صراع. طيب المشكلة ما هي الرسالة؟ ما هي الرسالة التي يريد قولها من هذه الحادثة؟ أطراف صراع محليين وإقليميين. طيب ما هي الرسالة التي يراد إيصالها من هذه الحادثة؟ وبناء على أي معطيات أنت وصلت إلى هذه النتيجة وهذه القراءة للحادثة ربما؟ لأنه أولاً محافظة تعز يتكون داخل تعز ولم يحاول أحد اغتيالها أو حتى التعرض له، مجرد التعرض له. من بين كل الاطراف المتصارعه، واقصد الاطراف المحليه في تعز. لكن ربما لا يمكن الحديث عن وضع افضل في منطقه من المناطق المحرره عن الاخرى، ربما حاله الانفلات الامنيه هي موجوده وحاضره في كل المناطق المحرره بنسب متفاوته. نعم، حاله الانفلات الامنيه موجوده وحاضره في كل المناطق، نعم. وحاضر مع الشرعيه وحاضر مع التحالف. طيب ساعود لك استاذ سامي. ان حاله الانفلات الامنيه مسؤول او تجري وتتم تحت نظر الشرعيه والتحالف. طيب ساعود لك استاذ فهمي وسنتناقش في تبعات هذه الحادثه. اعود للدكتور فيصل. دكتور فيصل، لماذا لا يتم كشف من يقف وراء هذه العمليات؟ هل حاله عجز لدى السلطه الشرعيه، ام ربما الخوف من كشف بعض المعلومات التي قد ربما تؤدي الى خلط الاوراق فيما بين اطراف التحالف؟ لانه هناك اتهامات متبادله ان حاله صراع موجوده داخل تحالف الشرعيه، وان كل طرف ربما يهدف الى يعني استخدام هذه المحاولات في صراع دائر كما تاتي التحليلات، لانه ربما يبدو ان تحالف الانقلابيين لا علاقه لهم بما يحدث في هذه الحلفيات. القصور والعجز موجود داخل صف الشرعيه للاسف. العجز وحده ليس كافيا للحديث عنه، وهو موجود، لكن نحن نسأل باسم المواطنين كامل، من يمسك بيد القرار الأمني والعسكري والسلطوي في عدن؟ هل الأجهزة الأمنية، هل المنتدى والأجهزة الأمنية التي توجد، أم هناك كيانات موازية هي التي تسعى أو تمسك بالموضوع وهي التي تسيطر؟ يعني انا لا استطيع اتهام الاجهزه الامنيه بالعجز ولا بالفشل الا في حاله ان تكون هي الممسكه بالملفات الامنيه وبالسلطه الامنيه. هذا غير متوفر في عدن تحديدا، وكذلك في بعض المناطق التي تنتشر بها الكيانات الموازيه، الحزام الامني، النخبه الشبوانيه، النخبه الحضرميه، والكتائب التي يراد لها ان تحل محل هذه المسميات. إذا لا نستطيع أن نلوم هذه الأجهزة الأمنية الرسمية التي هي معطلة عن الفعل، وليس بيدها السلطة الحقيقية، وليس عندها التمويل الكافي للقيام بعملها. هذا أولا. الشيء الثاني، الأجهزة الأخرى لا تتفاعل، على الأقل بحكم وظيفتها، لا تتفاعل مع هذه القضايا لتكشف للرأي العام، لأنها تعتبر هذه أمور لا تخصها. أنت تعلم بأنه هناك سجون سرية اكتشفت في عدن وفي حضرموت وفي مناطق أخرى، ولا تفسير لها.
وهناك ايضا اغتيالات تتم ويقبض على المشتبهين ويتم اطلاقهم، وهذه ايضا لا تفسير لها. هناك لاعب في الاساس لا نستطيع ان نكشف عنه بدون ان يكون هناك سلطه تتمكن من اصدار قرار الايقاف والتحقيق والبحث الجنائي والسلاله الشرطيه. طيب دكتور فيصل، الظاهر ان امين محمود عليه حاله اجماع من كل الاطراف داخل معسكر الشرعيه، باعتقادك من يستفيد اليوم من تصفيه امين محمود؟ لانه اذا كانت يعني اذا ظلينا نقرا هذه الحادثه في ظل الحديث عن ان ربما طرف داخل الشرعيه يريد او هو المستفيد والذي قام بهذه العمليه بناء على ما طرحه من قراءه الاستاذ فهمي السقف سابقا. ونعود الى السوابق، نعود الى السوابق الامنيه، من هي الجهات المتهمه بهذه السوابق؟ هناك اتهامات من جميع الناس، نحن اطراف لها سوابق في هذه الاغتيالات، يعني انت تتكلم عن في عدن عن قياده عسكريه وعن قياده امنيه وعن رجال الدوله، ابتداء من المحافظ السابق جعفر صعيد اتهام ب 40 خطيب في عدن، وايضا اعلاميين واقتحامات لبعض المؤسسات لاحزاب. هذه السوابق هي التي لا تشير الى اتهامات ولكنها قاصره عن ان تشكل ملف ادانه. هذه فقط السوابق التي نستطيع ان نستطيع على تراكماتها. الاخ المحافظ الاخ امين محمود ايضا الذي يمكن ان يستهدفه هو الذي لا يريد متعز ولا المناطق المحررة أن تنتقل إلى الوضع السليم، لأنه لن يستطيع أن يلعب. إذا انتقلت إلى الوضع السليم هذه الأطراف المخترقة في حالة استثنائية وغير طبيعية لا تستطيع أن تلعب لعبتها لا السياسية ولا الأمنية إلى آخره. فهذه هي السياسة المتهمة. من هي؟ من يمولها؟ هناك أسماء محددة 1 2 3 4 بالقتل وبالإرهاب وبممارسة الجريمة. يعني على السلطه الشرعيه سواء في تعز او في عدن تقطع على هؤلاء المتهمين واقنعهم، اذا طلعوا ابرياء نعتذر لهم نعطيهم مكافات ماليه ونرقيهم كمان، لكن اذا طلعوا متهمين مفترض يدانوا. يعني الان كل الاصابع الاتهام الموجهه لمثل هذه السوابق في بعض المجرمين المنتمين الى منظمات ارهابيه لم يتم لا القبض عليهم ولم يتم التحقيق معهم ولم يتم إدانتهم ولم يتم إحالتهم للقضاء. هناك تسير قلنا وأؤكد أن هذا التسير قائم على أن الأجهزة الأمنية ليست هي الممسك بتلابيب السلطة الأمنية. هناك كيانات موازية هي التي لها اليد الطولة وهي التي تخفي هذه الخفايا لغرض لا نعلمه. تحتاج كل المسائل تحتاج إلى تحقيق، حتى الاتهام ينبغي أن يكون حذر في قائها كجافا. أشكرك ويبدو أنه الكثير تشير إليه. أشكرك جزيلا دكتور فيصل حذيفة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة، كنت معنا من تعز. أعود لي ضيفي من عدن المحلل السياسي فهمي السقاف، أختم معه. أستاذ فهمي، إذا ما تحدثنا عن تبعات هذه الحادثة والمراجعات التي يمكن أن تحدث فيما يخص الملف الأمني. والله يفترض اولا الشرعيه والتحالف على حد سواء البدء العملي والفعلي والحقيقي بالنظر في الجانب الامني المنفلت داخل عدن، لانهم هم وحدهم الممسكين بهذا الملف. اجهزه امن متعدده، ميليشيات متعدده، عصابات متعدده، امراء حرب متعددون، هؤلاء هم من يعبث بالامن داخل عدن. هؤلاء إذا كانت الشرعية والتحالف لكم هذه التشكيلات وهذه المحاور الخارجة عن نطاق أجهزة الدولة وضبط مسألة الأمن. دون ذلك سيبقى الأمن منفلت، وسنسمع المزيد من حالات الاغتيالات وسنسمع المزيد من الانفلات الأمني ومزيد من الضحايا ومزيد من المواطنين الأبرياء الذين يروحوا أيضا سواء كانوا في صدر وجوده في مكان الحادث أو غيره. بمعنى ان التحالف هو المعني والشرعيه وحدهم المعنيين بالملف الامني. اليوم محافظه تعز يستهدف تماما في محاوله لاعاده تكرار ما حدث محافظ عدن جعفر محمد سعد للاسف الشديد.
أشكرك جزيلا من عدن المحلل السياسي فهمي السقاف، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. وصلنا لنهاية هذه الحلقة، في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم الزميل محمد عبد المغني. في أمان الله.